أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الدفاع المدني السوري يعلن مقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين بقصف مدفعي وصاروخي مصدره قوات الأسد على قرية أفس بريف إدلب الشرقي وأطراف قرية قاد غربية حلب. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ شقة في مبنى بحي كفرسوسة في العاصمة دمشق وفق وسائل أعلام موالية لسلطة الأسد. مقتل طفل في قرية الطيبة برصاص قناص لقوات سوريا الديمقراطية متمركز على ضفة نهر الفرات الشرقية قرب بلدة ذيبان شرقية دير الزور. أصحاب شركات الأمبيرات بريف دمشق يعلنون أنهم سيتوقفون عن العمل نهاية شهر شباط الجاري بسبب ارتفاع التكاليف وعدم تناسبها مع التسعيرة الصادرة عن سلطة الأسد المحددة ب 7500 ليرة للكيلووات الساعي. قوات حرس الحدود التركية تعتقل 4 أشخاص مشتبه بهم في العمل بتهريب المهاجرين غير الشرعيين وذلك في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من عناصره خلال معارك شمالي قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 576 قتيل منذ 7 من تشرين الأول الفائت.